الاسم محمد الكوشي، لاعب سابق لكرة السلة بالكراسي المتحركة، لعب المنتخب الدولي. تندير دابا هاد السباقات على الطريق بهوندي بايك لأول مرة. أول مشاركة بهاد الهوندي بايك، يعني هادي سميتها الهوندي بايك، تنحاولوا باش نوصلوها باش تعرف بزاف المغرب بأنها ما معروفاش، على برا كاينة معروفة الحمد لله. الحمد لله كان سباق مزيان، تميز في مراكش، وتنشكروا السيد رحال الحاج رحال على هذا السباق هذا اللي كل عام تيكون مسميته. وانا من المشاركين كل عام، كل ماراثون في كازا ولا في اكادير ولا في مراكش. المهم كان هذا السباق رائع جد رائع، ومدينه مراكش والاجواء نتمنوا له التوفيق ان شاء الله. لا انا تنشارك في الماراثونات ديما معاه ان شاء الله، وعندي مستقبلا الماراثون ديال الهوندي بايك اللي بيكون ديال هذا الكرسي المتحرك لاول مره كاين في المغرب، واول مسابق المتسابق كاين في المغرب وفي افريقيا وفي المغرب العربي. يعني وتنشجع بانه نهار 11 في شهر 11 ماراثون في طنجه ان شاء الله غيكون ديال لي هوندي بايك بالضبط، غادي يكون سباق ديال بيشاركوا بعض المغاربه ان شاء الله.